شدد الرئيس السيسي على سعي الجمهوريه الجديده الى توفير فرص عمل متكافئه للعمل والحياه الكريمه لهذا الجيل والاجيال القادمه، وبناء القدره الوطنيه في جميع المجالات لتصل مصر الى الموضع الذي يطمح اليه شعبها. واوضح الرئيس السيسي ان تحقيق كل ما سبق والحفاظ عليه وتنميته يتطلب بالتوازي مع مسيره البناء والتعمير تطوير الخصائص الانسانيه في مجتمعنا من خلال بناء الانسان المصري والارتقاء باحواله. إن الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لهذا الجيل والأجيال القادمة، وبناء القدرة الوطنية في جميع المجالات، لتصل مصر إلى الموضع الذي يطمح إليه شعبها، إن تحقيق كل ما سبق والحفاظ عليه وتنميته يتطلب بالتوازي مع مسيره البناء والتعمير تطوير الخصائص الانسانيه في مجتمعنا بناء الانسان المصري والارتقاء باحواله تعليميا وصحيا وثقافيا وهو ما يتطلب قدرا ضخما من العمل والكفاح في اطار مجتمعي متكامل يقوم على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات